طاب توقيتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها بأبرز العناوين. من المشاهد: إضراب غير معلن لمحلات الصرافة في صنعاء. ومن المصدر أونلاين: الأمم المتحدة إغلاق التحالف للمنافذ اليمنية حال دون إرسال المساعدات. أسوشيتد بريس السعودية تمنع هادي وأبنيه ومسؤولين يمنيين من العودة إلى البلاد. ومن موقع هاف بوست: كاميرا وشطيرة لحم تفضحان رئيس فنزويلا أمام شعبه الجائع. أهلا بكم. إضراب غير معلن لمحلات الصرافة في صنعاء، كما أفاد بذلك موقع المشاهد، حيث امتنعت جميع محلات الصرافة في العاصمة اليمنية صنعاء من بيع الدولار الأمريكي وبقية العملات الأجنبية. محلات الصرافة رفعت لافتات تعتذر فيها للزبائن بعدم بيعها للعملات الأجنبية. مالكي محلات الصرافة برروا عدم بيعهم للعملات الأجنبية لزبائنهم بغياب السيولة، فيما أكد بعض أصحاب محلات الصرافة أن السبب الحقيقي وراء عدم بيعهم للعملات الأجنبية هو فرض جماعة الحوثيين على الصرافين المرخص لهم من البنك المركزي بتداول العملات وبيعها حسب تعبيرهم بالخسارة. وعن سبب عدم إغلاق المحلات بعد اعتذارها من صرف العملات الأجنبية، أكد صاحب أحد المحلات الصرافة في شارع الزبيري للمشاهد أنهم تلقوا تهديدات بالسجن في حال إغلاق محلات الخاصة بالصرافة من قبل عناصر أمنية تتبع الحوثي، بينما اعتبر اقتصاديون أن ما قامت به محلات الصرافة اليوم يعتبر بمثابة إضراب غير معلن. وباء الكوليرا لن يكون الوحيد الذي ينتشر في اليمن بسبب الحرب، فقد أورد موقع يمن مونيتور عنوان وباء يفتك بحياة 4 أشخاص بصنعاء، وقال في التفاصيل: بلغ عدد حالات الوفاة بوباء التهاب السحايا في العاصمة اليمنية صنعاء 4 وفيات حسب ما ذكر مسؤول في حكومة الحوثيين. وقال المسؤول إن سبب انتقال السحايا جرثومة تسمى النسيريا جاءت عبر أحد التجار القادمين من الخارج، وكان يحمل الجرثومة في حلقه دون أن تظهر عليه أعراض المرض ونقلها للحالات. ونقل مراسل يمن مونيتور حديث عبد الحكيم الكحلاني مدير عام مكافحة الأمراض والترصد الوبائي في مؤتمر علمي بأن الوفيات كانت نتيجة تأخر إسعاف المرضى لتلقي العلاج كون الجرثومة مميتة. وسبب وجود هذا الوباء هي بيئة العمل التجارية في المحلات الصغيرة شبه مغلقة والمكتظة وسيئة التهوية. وأضاف الكحلاني أن ظهور وباء التهاب السحايا في اليمن أمر ليس بجديد، الجديد هو وجود حالات سحايا جرثومية تسمى نيسيريا وهي بكتيريا مميتة. في زاوية المقالات نقرأ في الشأن المحلي مقالا للدكتور ياسين سعيد نعمان نشره موقع المندا بريس تحت عنوان إرهاب بالمقاولة، يعلق فيه على أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها عدن. ويقول الكاتب: ما حدث في عدن يثير كثيرا من الأسئلة حول القوى التي تقف وراء هذه الأحداث، وما إذا كانت تعمل ضمن رؤية سياسية في إطار معادلة الصراع السياسي الذي يجتاح اليمن بأكمله، أم أنها تقتحم هذا الصراع بمشروعها الخاص كقوة إرهابية مستفيدة من تداعيات الحرب. نستثني هنا العمل العشوائي لأن حجم العمل ينم عن تخطيط يقف خلفه دعم لوجستي كبير ومنظم. لا شك أن العمل إرهابي، وهو لا يختلف كثيرا عن حادث العرض في صنعاء عام 2013. وبالرغم من أن حادث العرض قد طوي وقيد ضد مجهول، إلا أن ما كشفته الوقائع بعد ذلك أكد أنه كان حلقة في سلسلة طويلة من الأحداث التي استهدفت إفشال المسار السياسي السلمي التوافقي ونقل السلطة، وعبر عن مخزون هائل من القوة المدربة على الأعمال الإرهابية التي كان يستخدمها النظام في أكثر من مناسبة ولأكثر من هدف. ظلت هذه القوة كامنة، ولكن وبسبب التغيرات التي حدثت بفعل الحرب فقد حافظت على منظومة عملها التقنية والبشرية بصورة كاملة، وتحولت إلى مقاول غلافها الخارجي أعمال انتحارية تحت أي اسم من الأسماء الرائجة، بينما هي في حقيقة الأمر عصابة تعمل لصالح من يدفع.
فهي تجند الشباب الذين يفجرون بكسر الجيم أو يفجرون بفتح الجيم، ثم تقوم بالمهمة كعصابة محترفة القتل والتدمير لإنجاز أهداف مدفوعة الثمن. في وضع عدن الذي للأسف تراكمت فيه نزعات التحدي التي لا شأن للسياسة بها في كثير من الأحيان، وسمح فيه باستقطاعات تمتد إلى خارج الإرادة الشعبية التي يعبر عنها بمظاهر شعبية ومجتمعية وسياسية، إضافة إلى ما أفرزته ظروف القهر والتنكيل بالناس من تغول مصالح غير محترمة بالمرة، أفسدت التسامح والتصالح الذي عبر به الجنوبيون عن رغبتهم في مغادرة الماضي والتطلع إلى المستقبل بعيون لا تخطئ حقيقة أن المستقبل هو الأولى بالاهتمام. موقع المصدر أونلاين نقل عن المتحدث العام للأمم المتحدة قوله إن إغلاق التحالف للمنافذ اليمنية حال دون إرسال مساعدات. مسؤولو الأمم المتحدة يجرون محادثات مع التحالف للحصول على إذن لتسيير الطائرات ونقل المساعدات لليمن، حيث يشارف نحو 7 ملايين شخص على المجاعة. المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق قال إنه لم يصدر إذن بالتحليق للرحلات إلى اليمن، مضيفا أنه كان مقررا توجه طائرتين ورحلتان معلقتان في الوقت الراهن. وكان التحالف قد قرر إغلاق منافذ اليمن بعد اعتراض القوات السعودية فوق مطار الرياض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون في اليمن باتجاه الرياض، ما أدى إلى سقوط شظايا منه في حرم المطار. وفي موضوع متصل متعلق بالأمم المتحدة وبإعلان التحالف إغلاق منافذ اليمن البرية والبحرية والجوية، قال موقع عدن الغد إن الهيئة التابعة للأمم المتحدة أعلنت إيقافها إصدار تصاريح للسفن المتجهة إلى اليمن. وحثت الأمم المتحدة جميع السفن الراسية في موانئ البلاد المطلة على البحر الأحمر بالرحيل فوراً. ووفقا لرسالة بريد إلكتروني من آلية الأمم المتحدة للتحقيق والتفتيش في اليمن ومقرها جيبوتي، فإن جميع التصاريح تم تعليقها مؤقتا حتى إشعار آخر. وفي الشأن المحلي أيضا، كتب الدكتور محمد شداد في الموقع بوست مقالا بعنوان سطحية الأحزاب. يقول الكاتب: عند مراجعة مجريات الأحداث التي عصفت بالبلد وتحديداً منذ سقوط عمران ودور الأحزاب والقوى السياسية الوطنية إزاءها، نجد قصصاً حزينة وتراجيديا وبؤساً وعقماً سياسياً وانعدام خيال وتشتت وتشوه في الأطروحات والخطوات اللازمة لمواجهة جائحة الحوثي وجندته في السيطرة على اليمن أرضاً وإنساناً. طغت على المشهد تصرفات خرقاء أشعلت الحزن في النفس وفجرت براكين من الغضب في حنايا الضمير. سذاجة وخرف عاشته وتعيشه حتى الآن العقلية الحزبية اليمنية التي لم تداويها آلام الجوع والمرض ولا القهر الإمامي المسنود بعكفة القبيلة وجهلها، ولم تسقلها الثورات الوطنية ولا الحركات الفكرية والثورات الثقافية ولا البعثات الدراسية المنتشرة في كل أصقاع معمورة. ففي الوقت الذي لم تنتهي فيه بعد الحرب على الانقلاب السلالي الطائفي، باتت الأحزاب والتنظيمات السياسية عمياء تدفع بأرباب الهاشمية السياسية إلى الوزارات والأجهزة الأمنية وأجهزة المخابرات، وكأن نخب المجتمع اليمني مصابة بكهوف غائرة في الذاكرة وليست مجرد ثقوب سطحية عابرة تتذكر ما أحدثته تلك القوى بالشعب اليمني عبر التاريخ. تحولت البلدة الطيبة إلى ساحة حرب لا تنتهي ومقصلة إعدام لا سقف لها ولا حدود لكل معارض أو مخالف في الرأي، وارتكبت فيها مجازر وجرائم تخير لهولها وبشاعتها الجبال الرواسي ويندى لها جبين الإنسانية أبد الدهر. وبرغم كل ذلك نجد أن السلاليين مرحب بهم ويستقبلون بالأحضان أينما حلوا وحيثما اتجهوا على كراسي الدولة في كل مجال. يوم بعد آخر تتطور ظاهرة الشعوذة والتنجيم في اليمن ضاربة في عمق المجتمع اليمني، كما يقول تقرير لموقع الموقع بوست. على الرغم من انتشار التعليم ووصوله إلى بعض أرياف البلاد، إلا أن الظاهرة تنتشر بشكل كبير وملفت. ويضيف الموقع: يغيب الموت اليوم في اليمن شبابا كثر ليس برصاص الحرب أو برصاصات الحرب، بل على يد مشعوذين يدعون علاج الكثيرين بالقرآن. ففي محافظة الضالع عجز أفراد أسرة منتصف الشهر الماضي من إنقاذ ابنتهم 18 عاما بعد أن قام أحد المشعوذين
بخنقها لعدة مرات بهدف إخراج الجني الذي يسكنها. وفي ظل تدهور القدرات الطبية لوزارة الصحة العامة وعدم قدرتها على القيام بدورها الأساسي، عاد الماضي إنتاج ذاته، وأصبحت الشعوذة في اليمن أحد الأنشطة المتنامية في ظل عجز الجهاز الطبي عن القيام بدوره. وحول ماهية العقوبة في القانون اليمني لجرائم السحر، يؤكد محامون وقانونيون أنه لا وجود لنص قانوني يجرم الشعوذة والدجل في القانون اليمني، وهذا يستدعي من القاضي أثناء البحث في الجريمة اللجوء إلى أحكام الشريعة الإسلامية. ولقراءة أهم ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. حين تتجه بناظريك إلى ما هو حولك تكتشف جمال كل شيء، تتعرف من خلال ما شاهدت قانوناً واحداً من القوانين المعرفية، تعرف كيف امتزجت هذه الحياة بألوان البشر المختلفة. ستعلم عندها أن الأقرب منك، أن وضعنا العالم بين يديك. أهلا بكم من جديد. صحيفة أسوشيتد بريس عنونت بأن السعودية تمنع الرئيس اليمني وابنيه ووزراء ومسؤولين من العودة إلى البلاد، فقد أبلغ مسؤولون يمنيون وكالة أنباء أسوشيتد بريس قيام السعودية بمنع الرئيس هادي مع ابنيه ووزراء ومسؤولين عسكريين من العودة إلى ديارهم منذ أشهر. وقالت الوكالة إن هذا الأمر يدل على مدى ضعف الرئيس في المنفى في حرب خاضها باسمه التحالف ضد المتمردين في البلاد. وقال المسؤولون أن هذا الحظر جاء بسبب العداء المرير بين الرئيس هادي ودولة الإمارات التي تشكل جزءا من الائتلاف وتهيمن على جنوب اليمن. قائد أمن يمني يقول: هادي ذهب إلى مطار الرياض في أغسطس الماضي يعتزم العودة إلى عدن إلى أنه أعيد من المطار. مسؤول رفيع قال أيضا للوكالة أن السعوديين فرضوا عليهم ما يشبه الإقامة الجبرية، وعندما يطلب هادي العودة إلى عدن يردون عليه إنه من غير الآمن حاليا العودة، فهناك متآمرون يريدون أخذ حياته. تقول صحيفة العربية الجديد إن نتائج الثانوية العامة التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم اليمنية قوبلت بامتعاض عدد من اليمنيين بسبب ارتفاع معدلات نجاح التلاميذ فيها، في ظل انتقادات لسير الامتحانات وما صاحبها من عمليات غش كبيرة وتدهور أوضاع قطاع التعليم في اليمن. وكانت وزارة التربية والتعليم التي تسيطر عليها جماعة الحوثي أعلنت السبت الماضي عن نتائج امتحانات الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2016-2017 بنسبة نجاح بلغت 90.26%، وهي نسبة لم تتحقق في السنوات الماضية. ويشعر التلميذ أحمد رضوان بالحزن الشديد بسبب نتائج الثانوية ويعبر عن احتجاجه على النتائج بالقول: اجتهدت في المذاكرة طوال العام الدراسي بالرغم من الظروف الصعبة، لكني حزنت عندما وجدت تلاميذ لم يبذلوا نصف جهدي وحصلوا على معدلات عالية. ويؤكد أحد المعلمين المشاركين في عملية تصحيح امتحانات الشهادة العامة، أكد أنهم لاحظوا أثناء تصحيح كراسات الاختبارات أن هناك إجابات موحدة لكثير من التلاميذ، ما يدل على وجود غش جماعي لم يسبق له مثيل. من جهته يوضح الأكاديمي في جامعة صنعاء الدكتور أشرف النهاري أن التعامل مع مخرجات التعليم الثانوية أو الثانوي صعبة، وهي مشكلة قديمة ومعقدة جدا، الأمر الذي يستدعي إصلاح وضع التعليم. وفي زاوية المقالات العربية والدولية نطالع ما كتبه عبد الرحمن الراشد في صحيفة الشرق الأوسط السعودية بعنوان: خيارات الحرب مع إيران، وجاء في المقال: تتزايد جبهات المواجهة مع إيران وحلفائها الرئيسيين، فالصاروخ البالستي الذي أطلقه الحوثيون على العاصمة السعودية تطور عسكري خطير لا يمكن فصله عن الصراع الإقليمي مع إيران في لبنان وسوريا والعراق. إيران تدير المعارك عن بعد في العراق وسوريا ولبنان واليمن، وقد فشلت دول المنطقة وكذلك الولايات المتحدة
في تبني سياسة تتناسب واستراتيجية إيران في التمدد والسيطرة من خلال وكلائها. الأمريكيون الذين دفعوا أثماناً مكررة بسبب تفجيرات واغتيالات حزب الله اكتفوا بمواجهة الوكيل نفسه من خلال خطف أو اغتيال متورطين أو قيادات في الحزب، وكذلك فعلت مصر ودول الخليج التي اكتفت في السابق بالتضييق سياسياً واقتصادياً على حزب الله. إيران تضطر الخصوم إلى إحدى سياستين، مواجهة المصدر نفسه مباشرة وهو النظام الإيراني، أو خلق وكلاء بروكسيز إقليميين والدخول في حروب الوكالات. من المستبعد وقوع أي حرب مع إيران إلا في حالة دفاعية، هجوم منها مسلح مباشر، وهو ليس أسلوب طهران في إدارة أزماتها. رغم الهيمنة الإيرانية الواضحة في ساحات مثل العراق، فإن الجيش العراقي لا يستطيع مواجهة القوى المحلية المسلحة الموالية لإيران، وذلك بحكم تعدد قياداته السياسية ونفوذ إيران الطاغي. ومن الواضح أن لإيران دوراً كبيراً في توجيه القوات العراقية والحشد الشعبي تحديداً لتصفية الوجود الكردي في كركوك وخلفها، وهي معركة إقليمية مهمة وليست عراقية فقط. وهذا لا يعفي الأكراد من أنهم ارتكبوا أخطاء سياسية وعسكرية جسيمة في هذه الأزمة نتيجة مشروع الاستفتاء على الاستقلال، واستغلها الإيرانيون للزحف على المناطق الحيوية بترولية وجغرافية. لن تجد الدول بدًا من اللجوء إلى التوازن عبر صراع ميليشيات، وفي هذه الظروف ستجد الدول الإقليمية أنها تواجه مشروعاً إيرانياً ضخماً يستخدم سوريا للسيطرة على سوريا نفسها والعراق ولبنان ولاحقاً ما وراء الحدود. لا يستطيع 9 من بين كل 10 فنزويليين شراء ما يكفيهم من المواد الغذائية بحسب موقع هاف بوست، والذي أضاف: لكن هذا لم يمنع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من أن يحشو فمه خلسة بشطيرة لحم فاخر أثناء خطابه عن التقشف، ما ثار غضب الكثيرين الذين لفتوا إلى أن مثل هذا التصرف يدل على الفجوة الكبيرة بين الحاكم والمحكوم. بينما تشهد فنزويلا أزمة نقص حادة في الأدوية والمواد الغذائية الأولية بنسبة 98%، حيث بلغ معدل التضخم بنسبة 1600%، وهو الأعلى بالعالم. ويضيف الموقع أن الأسر الفنزويلية بدأت تنفق أكثر من 70% من دخلها لشراء الطعام. صحيفة القدس العربي عنونت عام 2017 الأكثر دفئاً في غياب ظاهرة الإنينيو، وقالت بأنه من المتوقع أن يكون العام 2017 الأكثر دفئاً بين الأعوام التي لم تشهد ظاهرة الإنينيو بحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. ظاهرة الإنينيو تحدث كل 3-7 سنوات، تحدث كل 3 إلى 7 سنوات، وتتسبب بارتفاع الحرارة وأشداد التيارات. وقال بيتري تالاس الأمير العام للمنظمة العالمية للأرصاد العالمية في بيان إن السنوات الثلاث الأخيرة هي أكثر الأعوام دفئاً على الإطلاق، وهي تندرج في إطار ميل الكوكب إلى الاحترار على المدى الطويل. ومن الديلي تيليغراف صور ساحرة متنوعة بعدسات كاميرات المصورين من مختلف أنحاء العالم، نتابع الصور. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشف الصحافة. نترككم الآن مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. دمتم بخير.